السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة متكاملة من جميع النواحي تعالج أغلب مشاكل البشرة خاصة الكلف، تعالج أيضا التصبغات، توحد لون البشرة، الإسمرار الناتج عن أشعة الشمس، أيضا آثار حب الشباب، تبيض وتفتح لون البشرة، تشد البشرة خاصة إذا اتبعنا الخطوات كاملة لأنه فيها ثلاث مراحل مهمة جدا. أيضا إذا كان هناك تجاعيد أو خطوط سوف تختفي بإذن الله. نبدأ مباشرة في عمل هذه الوصفة، قلت فيها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ستكون مرحلة التقشير. بالنسبة لمرحلة التقشير ستكون من مرة إلى مرتين في الأسبوع، هذا إذا كانت البشرة دهنية. أما إذا كانت البشرة جافة فممكن نستعملها مرة واحدة كل أسبوع أو كل 10 أيام. نبدأ أول شيء في الخطوة الأولى وهي المقشر. سنحتاج فيه إلى مكونين فقط، المكون الأول وهو الأرز المطحون، نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الأرز المطحون. بالنسبة للأرز المطحون لا يكون مطحون يعني بودرة ناعم، يكون مثل تقريبا حبيبات السكر حتى يساعد في عملية التقشير. نضيف له مكون ثاني وهو الزبادي أو الياغورت طبيعي، من الأحسن أنه يكون طبيعي، ممكن أننا نستبدله بالحليب. بالنسبة للناس الذين يعانون من الكلف ضروري جدا عملية التقشير، لأنه الكلف من أصعب المشاكل التي تواجه البشرة. نضيف مقدار ملعقة مملوءة من الزبادي ونخلط. المكونات جيدا مع بعض، نتحصل على كريم بهذا الشكل، فيه بعض الحبيبات بهذه الطريقة. بالنسبة لطريقة التقشير، أول شيء ضروري جدا أننا نقوم بتنظيف البشرة جيدا، غسلها، وبعدها نقوم بوضع فوطة مبلولة بماء دافئ ونضعها على البشرة حتى تفتح معنا المسام، أو نقوم بعمل حمام بخار للبشرة. ثم نوزع كمية من الخليط على كامل الوجه بهذه الطريقة، ونقوم بعمل حركات دائرية خفيفة على البشرة حتى نتخلص من طبقة الجلد الميت. نستمر لعدة دقائق بسيطة، الحركات تكون خفيفة على البشرة بهذا الشكل. نترك هذا الماسك ربع ساعة على البشرة ثم نقوم بتنظيفه وغسله جيدا، ثم نأتي لمرحلة الثانية وهي مرحلة عمل الماسك، وبعدها تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة عمل المرطب. بالنسبة للماسك سنحتاج فيه إلى مجموعة من المكونات، كل المكونات الموجودة مهمة جدا. أول مكون سنحتاج أيضا إلى الزبادي، نحتاج إلى إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي طبعا، ثم نضيف المكون الآخر وهو عسل النحل، أكيد الأصلي، نضيف تقريبا نصف ملعقة من عسل النحل. أول شيء نذيب العسل جيدا، ثم نضيف باقي المكونات. المكون الآخر نضيف أيضا نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار أو جل الألوفيرا،
إذا توفر عندنا جل صبار الطبيعي نستعمل جل صبار الطبيعي، إذا لم يتوفر نستعمل الجاهز، ولكن نختار النوعية التي تكون جيدة. نضيف تقريبا نصف ملعقة من جل الصبار أو الألوفيرا جل، ونخلط المكونات جيدا مع بعض، ثم نضيف المكون الآخر وهو حليب نيدو أو الحليب البودرة، تقريبا مقدار ملعقة من الحليب البودرة، يعني إذا كانت البشرة لا تتحسس من الليمون، يعني خاصة إذا كانت البشرة دهنية ممكن أننا نضيف قطرات من الليمون، إذا كانت البشرة جافة من الأحسن أننا لا نضيف قطرات الليمون. نترك الخليط تقريبا 10 دقائق ثم نطبقه على البشرة مباشرة بعد عملية التقشير. نضع كمية من الخليط على البشرة بهذا الشكل، ثم نأخذ قطعة من قشر الموز ونقوم بعمل حركات بهذا الشكل على البشرة، قشر الموز. ممكن أننا في كل مرة نغير قطعة أخرى، نفرك جيدا البشرة بهذا الماسك. ونتركها تقريبا لمدة 25 دقيقة إلى نصف ساعة، ثم ننظف البشرة جيدا بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد، ونرش عليها ماء الورد يكون بارد. بعدها تأتي مرحلة الترطيب. بالنسبة للمرطب سيكون في الليل، بالنسبة للماسك سنستعمله من 2 حتى 3 مرات في الأسبوع، أما المرطب سيكون يوميا في الليل. سنحتاج فيه إلى المكون الأول وهو زيت جوز الهند. لا تنسوا لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الزوار الجدد الاشتراك في القناة، يعني هذا مجرد طلب بسيط. بالنسبة للمرطب قلت نحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، نضيف لها نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار ونخلط.